السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحويل الأرباح من استوديو اليوتيوب أو من قناتك إلى اليوتيوب إلى حساب جوجل أدسنس. زي ما احنا عارفين في الشهر ده اللي هو شهر 9 أو شهر سبتمبر 2023 الأرباح لحد يوم 11/10 كانت لسه ما تحولتش لجوجل أدسنس، وفي ناس تواصلت معايا عن طريق الفيس وتليفونيا: يا أستاذ عمرو الأرباح لسه ما تحولتش لجوجل أدسنس، والناس كان عندها نوع من القلق. فالحمد لله أنا الأرباح اتحولتني بعد الساعة 12 مساء يوم 11/10، فأنا هشارك معاكم وصول الأرباح وطمنكم وأقول لكم الدنيا فيه عشان خاطر الناس اللي أرباحها لسه ما وصلتش لحساب الأدسنس لحد اللحظة اللي احنا فيها. بس طبعا قبل ما أشارك معاك الموضوع وأقول لك على التفاصيل وطمنك، لو انت أول مرة بتشوفني ما تبخلش عليها بالاشتراك في القناة واللايك الجميل للفيديو دعما وتحفيزا لقناة أخوك دروس عمرو القزاز. ويلا بينا كالعادة نصلي ونصلي على رسول الله وندخل في الموضوع على طول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بقى يا حبيبي، أنا بالنسبة لي هنا في جوجل أدسنس أدي حساب الأدسنس الخاص بيا، تمام. الأرباح وصلت معايا هنا $135 و75 سنت، يعني قول $136. لما نيجي هنا على الدفعات، طبعا أنا قناتي لسه صغيرة ما بتقبضش كل شهر، يعني أنا قعدت احوش في $135 تقريبا مدة 3 شهور، تمام، لانه تعرفين ان قناتي لسه صغيرة فما بقبضش كل شهر. يعني نيجي هنا على معلومات الدفع، تمام كده، معلش النت تقيل شوية بس انا حابب اشارك معاكم واطمنكم الناس اللي لسه الان. طبعا هنا الحد الادنى $100، فكده ان شاء الله انا مفروض ان انا الدفعة تتحول لي زي ما انتم عارفين في اخر الشهر او من يوم 21 ليوم 26 الشهر ده ان شاء الله باذن الله. لما نيجي هنا على عرض المعاملات الشهر اللي فات اقول لكم كان معايا ايه والشهر ده اتحول لي ايه، عشان بس اطمن الناس لان الارباح لسه متحولة حالا يوم 11/10 بعد يعني على الظهر او الساعة 12 مساء، تمام، عشان بس الناس ما تقلقش. فاللي لسه ما تحولوش الارباح هتتحولوا النهارده ان شاء الله او بكره غالبا اللي هو يوم 12، لان احنا عارفين ان الارباح بتحول من يوم 7 ليوم 12. طيب الرصيد النهائي هنا $136، تمام. الشهر اللي فات انا كان معايا $53 او قول $54، والشهر ده الحمد لله تحول لي $81 و91 سنت، يعني قول $82، يعني المجموع النهائي $135. يبقى انا كده طمنتكم وعرفتكم ان ارباحها ايه بتاعت شهر سبتمبر ووصلت لشهر 9 ووصلت $82، تمام. يبقى انا كده طمنتكم بالنسبه لجوجل أدسنس. نيجي هنا نشوف الارباح عندي ونشوف انا اتخصم مني قد ايه، عشان في ناس هنا بتتخصم منها مبالغ كبيره. هنيجي هنا واضغط وادخل على استوديو القناه، تمام. ندخل مع بعض على استوديو القناة عشان ندخل على الارباح ونشوف انا اتحول لي كام، كان عندي كام في الاستوديو، واللي اتحول لأدسنس كام، وايه اللي اتخصم بالظبط، تمام. هنيجي هنا نصلي ونسلم على رسول الله. ونيجي هنا على الاحصاءات، تمام يا شباب، نضغط مع بعض على الاحصاءات، تمام. بيقول لي حدث خطأ، اشتغل يا عم الحاج، النت ضعيف قوي النهارده، يوم 11 النت فيه ضعيف. هقول له أعد المحاولة، تمام. طيب بعد ما ضغطنا أعد المحاولة هنيجي هنا على اللهم صل على سيدنا محمد على الأرباح، تمام. هضغط على الأرباح. لو خدت بالكم معايا في شهر سبتمبر أنا كان معايا $82.30، يعني أقول اتنين وتمانين، تمام، او قول 82.5. لما نيجي هنا للأدسنس اتحول كام؟ اتحول 81 سنت. يعني لو دورنا على اللي اتخصم هنلاقي اللي اتخصم حاجة بسيطة جدا، يمكن ما يكملش $1، تمام، ما يكملش $1، يعني قول مثلا $0.5 ولا قول $1 ولا اتخصم،
تمام. طبعا دي حاجة خيبة جدا. في ناس بتخصم منها بقى أرباح كتير. الناس يا جماعة اللي بتخصم منها أرباح كتير ده طبيعي بيبقى في نقرات غير شرعية، واخد بالك، زيارات غير صارحة، واخد بالك، زيارات وهمية، حد بيشاهد لنفسه، الكلام ده كله. لما نيجي على نظرة عامة والناس تقول لي يا عم عمرو معلش، في ناس هتعلق تقول لك انت جايب بتاع 14000 مشاهدة وجايب 98 دولار، ازاي العقل والمنطق ما يقولش كده؟ اقول لك الحمد لله انا عندي في اشتراكات وفي ناس بتدعم القناة بطريقة كويسة الفترة دي الحمد لله. في الشهر ده كانت الارباح كانت ظابطة معايا رغم ان زمان شايفين المشاهدات ضعيف، ولكن انا بشكر كل اخواتي اللي بيدعموا قناة دروس عمرو القزاز سواء من الاردن او السعودية. يعني الناس دي يعني صراحة عاملين الصح معايا تمام. وطبعا مع الارباح اللي بتجيلي عن طريق الاعلانات والمشاهدات، فالحمد لله قدرت اجمع الشهر ده 81 دولار في من خلال 14000 مشاهدة. فانا حبيت اشارك معاكم الفيديو ده عشان خاطر كل الناس اللي كانت قلقانة. متقلقوش يا شباب، اي حد ما تحولوش الارباح لحد اللحظه اللي احنا فيها، انت معاك من يوم 7 ليوم 12، يعني النهارده يوم 11 الحمد لله الارباح اتحولت لي. وغالبا جميع قنوات اليوتيوب في مصر غالبا يا اما يوم 8 يا اما يوم 11، تمام؟ في جزء كده وجزء كده. فلو الارباح ما وصلتلكش لحد دلوقتي ممكن تيجي لك على الساعه 12 بالليل، ممكن تيجي لك يوم 12 الصبح، ممكن تيجي لك كمان شويه، كمان ساعتين، ما تعرفش. المهم انت معاك ليوم 12 تمام. فانا حبيت اطمن الجميع وان شاء الله هشارك معاكم وصول الارباح للحساب البنكي والقبض ان شاء الله باذن الله. اتمنى التوفيق والرزق للجميع. كان معاكم اخوكم عمرو قزاز، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.